انا من اجمل المفاجآت اللي حصلت لي في المسلسل ده عمر افندي. انا علاقتي باحمد سقا علاقه يعني في السرب، جاي يسلم علينا كده وايه شباب ما شاء الله وبتاع، ما اعرفوش يعني صحاب، بيكلمني من اول حلقه لاخر حلقه كل يوم. انا بشكره جدا على الحماس وال يعني هو المسلسل بكلام عشان المسلسل وابتدى بالمسلسل وبعد كده ابتدى بقى ايه يجي في المسلسل ما بيتعرضش جمعه وسبت، فابتدى يكلمني جمعه وسبت يقول لي يا معلم انا فتحت انا وهي بتفرج عليه، فتح مسلسل قديم، انا فتحت فيلم الغساله وقاعد بتفرج انا لحد ما المسلسل يجي. حقيقي حقيقي انا يعني كان بيبسطني جدا جدا. اترعبت، انا عمري ما كلمت احمد السقا وهو شبه بابايا الله يرحمه جدا جدا، يعني لو شفته في الحقيقه ممكن انهار. فلقيت مكالمه كده بيقول لي مبروك انا مبسوط بيكي قوي 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 ومش عارفه كلام حلو كتير، قال لي معاكي الممثل الشاب احمد السقا. انا طبعا يا جميل يا جميل اترعبت، انا كنت بصوت بقى في العربيه يعني سويت، وجوزي جنبي يقول لي بالراحه يعني ما تبينيش ان انت عبيطه قوي كده يعني عشان الناس ما تتخضش. لا اي حاجه تفرق بجد. طبعا هو مكالمته كانت فارقه قوي. هو 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 نجم كبير طبعًا. ومحب محبوب ومحب للناس والشباب الصغيرين. وكان ابو غزاله اول سكند يونت عمله هو اللي قال لي المعلومه دي، سقف التليفون قال لي خلي بالك اول مره يخرج كان معايا كان سكند يونت. وبعدين انا اعرفه من فتره وهو من الناس حقيقي يعني طول الوقت كان في ظهري في اي حاجه، وكان شايف ان شاء الله يعني ربنا قدام هي يعني يكرم. هو جدع جدا جدا وفي ظهر يعني هو ما يعرفهمش واتصل طلع جدع بجد بقى. جدع جدا فاكر دي جدع بجد. لا 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 هو السقا ايوه طبعا بلد يعني لا 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 طلع جدع بجد. دي اخلاق يعني انا بشوف ان دي اخلاق اكتر، وفكره ان هو بيسد دين ان هو كان في يوم من الايام شاب وكان في ناس بتشجعه وهو كمان بيشجع الاخرين. جدا جدا جدا.